يعني والله طبعا هي حاجه كويسه ان احنا طبعا نؤازر بعض كزمايل في المهنه، وحاجه كويسه جدا ان كل الاعضاء اكتر، هم طبعا اكتر من 12 او يعني حوالي 12 عضو او 15 16 عضو مقدمين، كلهم اكيد في نيتهم ان هم يخدموا المكان ويخدموا زمايلهم الفنانين، وانا بحترمهم كلهم سواء اللي هينجح او سواء اللي لم يحالفه الحظ، لان كله حاول وكله كافح وكله جاهد ان هو يعمل حاجه لمصلحه النقابه ومصلحه الفنانين في النقابه، فانا بشكرهم كلهم جميعا وربنا يولي من يصلح يعني ان شاء الله. اكيد مش همشي غير لما تقول لي اخر اخبار البيت ايه. لا الحمد لله احنا عندنا سيره حب ترجع تاني ان شاء الله من يوم 27، والسيرك القومي في العجوزه وفي مايو شغالين بشكل كويس، وعندنا الفتره الجايه دي ان شاء الله بنجهز عشان اليوبيل الذهبي للسيرك القومي والمهرجان الافريقي السيرك القومي الافريقي المصري، وعندنا كمان لاول مره المهرجان العربي الافريقي للفنون الشعبيه هيبقى في شهر 8، واليوبيل الذهبي هيبقى في شهر 7، غير العروض المسرحيه اللي هتقدم عندي سحر الاحلام اخراج الاستاذ حسام عطا بطولة مجد فكري وامل رزق ونخبه من الفنانين، وعندنا حاجات مكتوب لي اغني لك برضو للفنان ايمان بحر درويش، وعندنا عروض تانية نعيد تاني شباب في عين الرسول، وربنا يكرمنا وآلس في بلاد العجابه هنعيدها مره تانية وان شاء الله خير. عرس جميل وحاجه مشرفه في نادي نقابه الممثلين، وانا سعيده والف الف مليون مبروك دكتور اشرف زكي. حقيقي انا ان شاء الله العمر كله، لاني هو فعلا انسان محترم وخدوم، حتى ليه فضل على اي حد وعليا انا شخصيا. حقيقي ما بيتاخرش يعني، اول ما بتعب بكلمه جري الحقيقه بيبقى قبل مني موجود واقف مستنيني في المستشفى والنقابه، يعني عايزه اقول لك بيخدم كل الناس، وانا سعيده بيه جدا لان انسان وشخصيه محترمه. الحقيقه برضو كل المرشحين حاجه محترمه جدا، زي استاذه نال عنبر جميله جدا وبرضو قدومه، استاذ عفاف رشاد، استاذ سامي نوار، استاذ ايهاب فهمي، النجوم، يعني عايزه اقول لك ناس كتيره قوي محترمه.